أهلا بكم في حلقة جديدة من 10 داونينج ستريت. طيب الله أوقاتكم بكل خير. بريطانيا العظمى لقب صار بحاجة إلى إعادة نظر. المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تشاتام هاوس قال في تقرير صادم إن بريطانيا لم تعد إلا قوة متوسطة، وهو ما يعني أنه لم يبقى في موقد العظمة إلا الرماد. كيف توصل تشاتام هاوس إلى هذه الاستنتاجات؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انحدار مكانة بريطانيا بين دول العالم؟ وهل بقي هناك سبيل لتستعيد ما فات من تلك المكانة؟ عندما تسلم المحافظون قيادة بلادهم في العام 2010، كانت بريطانيا ما تزال قوة عظمى، ولو أنها نظرت في المرآة في ذلك الوقت لوجدت نفسها ناضجة في منتصف العمر، ولكنها تبدو الآن وقد غزا وجهها الهرم وأصبحت قوة مهترئة. فإذا نظرت في المرآة ووضعت بعض الرتوش وجدت نفسها عجوزا يملأها الغرور. هذه أقرب خلاصة لما توصل إليه تشاتام هاوس. المدير التنفيذي لمشروع المملكة المتحدة في العالم لدى المعهد وجد أنه لا عيب في أن تكون بريطانيا قوة متوسطة بدلا من وضعها السابق كقوة عظمى، وقال إن عليها أن تتقبل الواقع، وإذا نظرت إلى نفسها في المرآة وقامت بتغيير بعض سلوكياتها فما زال بوسعها القيام بدور مهم على الساحة العالمية، سوى أن الدور المهم يتطلب بطبيعة الحال اقتصادا مهما، وهذا غير متاح الآن، حتى أنها خفضت ميزانية المساعدات الخارجية فانحدرت مكانتها. والنفوذ يتطلب سياسات ناضجة ورصينة، ولكن البلاد التي فقدت رصانتها ونضجها فقدت عقلها عندما انخرطت في معركة البريكزيت. وبينما لم تكسب اتفاقات تجارة حرة مع أحد، فقد خسرت أيضا سوقها الأوروبي. عقد واحد من الفوضى كان كافيا لتحقيق هذا الانهيار الشامل، فلم يبقى من المكانة الدولية إلا المنحدر، وهي تتزحلق فيه بمزيج من أوهام قوة الغابرة والتهاب المفاصل. ذلك أن الروماتيزم السياسي الذي أصاب البلاد دفعها إلى الحفرة، فلم يقوى 5 رؤساء للوزراء على أن يخرجوها منها. خبراء تشاتام هاوس تصوروا أن القوة المتوسطة تحتاج ربما إلى مقدار من الرشاقة والمرونة لتحظى بنفوذ إضافي. ولسان حال البلاد يقول من أين تأتي الرشاقة والمرونة؟ ذلك أن متوسط الغضرسة الراهن لا يتناسب مع التهاب المفاصل الاقتصادية ولا مع التهاب الصحايا الدماغية، لا في العلاقة مع أوروبا ولا في النظر إلى العالم. فإذا بقي المحافظون في السلطة عقدا آخر، فإن بريطانيا ستكون بلا فخر واحدة من دول العالم الثالث، ولن تكون بحاجة إلى مرآة أصلا لتنظر إلى ما حل بوجهها من تجاعيد الزمن. وهنا تأتي التساؤلات، ما هي الأسباب التي وقفت وراء تراجع بريطانيا بين دول العالم؟ وهل تملك بريطانيا أن تنافس القوى الصاعدة في العالم؟ وهل الأزمة مجرد أزمة اقتصادية عابرة أم أنها أزمة سياسات خاطئة؟